السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات شركة Equity Global Markets. بإذن الله النهاردة هنتكلم عن الاتجاهات المتوقعة لأسعار النفط على المدى الطويل والمدى المتوسط والمدى القصير، وهيتم ربط جميع الفريمات ببعض عشان خاطر نعرف ننقي أقوى الفرص اللي ممكن نستنتج الاتجاهات المتوقعة ليها خلال عام 2017 على النفط إن شاء الله. أولا احنا هنتكلم بإذن الله هنتكلم أهم حاجة عن ال هنتكلم عن الاتجاهات المتوقعة، وهنتكلم إن احنا هنستخدم أسلوب التحليل المعتمد في التحليل الفني، هو أسلوب البرايس أكشن اللي هنعتمد عليه تحليل سلوك السعر. أول حاجة هنتكلم عن مقدمة عن سلوك السعر. عارفين إن إحنا الأسعار عندنا بتتحرك دايما في أنماط ونماذج سعرية ثابتة وواضحة دايما، بناء على إنه التاريخ بيعيد نفسه، فإحنا دايما النماذج دي لما بتتكون بنعرف نتوقع الاتجاه اللي ممكن يكون بالنسبة لنا الفترة الجاية إيه. أول حاجة عندنا هنتكلم عن أنماط الاتجاه الأول، يعني الاتجاه الصاعد بيتكون إزاي، الاتجاه الهابط بيتكون إزاي، وهنتكلم برضو عن عملية التصحيح بتتم إزاي لكل اتجاه. أول حاجة عندنا هيكون نمط الاتجاه الصاعد. دايما عندنا الاتجاه الصاعد عارفين إن هو بيتحرك في قمم صاعدة، يعني دايما السعر بيتحرك اتجاه موجة صاعدة وبعدين يكون لنا قمة زي المثال اللي احنا شايفينه، وبعد كده السعر بيرتد مرة أخرى ويطلع يكون قمة بتكون أعلى من القمة الأولى، بعد كده السعر بيرتد بينزل شوية، بعد كده يطلع يكمل تاني يكون قمة أعلى من القمتين اللي فاتوا، والسعر ممكن يرتد تاني ويطلع يكون قمة أعلى بتكون أعلى من القمتين القمم السابقة كلها. يعني ده بيكون الاستراكشر أو النمط بتاع الاتجاه الصاعد دايما عندنا، هو عبارة عن قمم صاعدة. تاني حاجة هيكون عندنا اللي هنتكلم عليها اللي هي نمط الاتجاه الهابط. معروف دايما ان الاتجاه الهابط هو عبارة عن قيعان هابطة، يعني السعر بيتحرك بينزل السعر يتحرك في اتجاه هابط وبعد كده بيرتد شوية الأسعار، بعد كده ينزل يكون لنا قاع بيكون أقل من القاع الأول، وبالتالي برضو السعر بيتحرك شوية يرتد شوية صغيرين وبعد كده ينزل يرتد تاني وبيكون عندنا قاع بيكون أقل من القاع اللي قبله، وهكذا. يعني بيكون عندنا الاتجاه الهابط دايما هو عبارة عن قيعان هابطة، يعني السعر يتحرك ينزل يعمل اتجاه يعمل قاع بعد كده يرتد شوية وينزل يعمل قاع أقل ويرتد شوية وينزل يعمل قاع أقل من الثلاثة اللي فاتوا، وهكذا. دايما بيكون عندنا ده الاتجاه الهابط هو عبارة عن قيعان هابطة، والاتجاه الصاعد زي ما قلنا في المثال اللي فات هو بيكون عبارة عن قمم صاعدة، لأنه معروف طبعا إنه ما فيش أي عملة أو أي منتج أو أي سهم، يعني في أسواق المال عموما ما فيش اتجاه صاعد بس أو اتجاه هابط بس، دايما بيكون عندنا في الاتجاه الصاعد تصحيحات هابطة وبعد كده بيرجع يكمل الاتجاه الصاعد بتاعه، أو لو كنا في اتجاه هابط نفس الكلام السوق بينزل أو السعر بينخفض وبعد كده بيطلع يصحح شوية ويرجع يكمل هبوط تاني وهكذا. فاحنا عارفين طبعا انه مفيش يعني اتجاه صاعد بس او اتجاه هابط بس، لازم بيتم تصحيحات دايما خلال اي اتجاه. ده بالنسبة لنمط تكوين الاتجاه سواء كان اتجاه هابط او اتجاه صاعد زي ما اتكلمنا. النقطة التانية اللي هنتكلم عليها هي نقطة التصحيح. دايما السوق لما بيتحرك في اتجاه صاعد، يعني عموما عارفين ان احنا الاسواق عندنا بتتحرك في موجات سعرية، فاحنا عندنا لما يكون في اتجاه صاعد للسوق لازم بيحصل عملية تصحيح بعد كده السوق يرجع يكمل مرة تانية. في الغالب دايما بيكون يعني نموذج التصحيح هو يعني بيكون نموذج ثلاثي، يعني ثلاث موجات متداخلة في بعض، بيكون عندنا اتجاه صاعد زي اللي شايفينه قدامنا في المثال، اتجاه صاعد بعد كده السوق بينزل يعمل موجة هابطة بعد كده يطلع موجة صاعدة وموجة هابطة تانية، بتكون الثلاث موجات دول بنسموهم نموذج EBC، يعني ده بيكون النموذج التصحيحي للاتجاه الصاعد. طبعا لو اتجاه صاعد فبيكون التصحيح هو
يعني النموذج بتاعه بيكون هابط، بيكون في شكل الثلاث موجات دول. بعد كده يعني دايما عندنا طالما في اتجاه اتكون وبعد كده حصل التصحيح بتاعه، فاحنا خلاص كان في اتجاه وتم تصحيحه، فاحنا حاليا متوقعين ان في اتجاه جديد هيتكون. زي ما قلنا في المثالين الاولانيين، اذا كان اتجاه صاعد فالاتجاه الصاعد بيكون عندنا عباره عن قمم صاعده، والاتجاه الهابط الاتجاه الهابط بيكون عباره عن قيعان هابطه. فاحنا نفترض في المثال ده ان احنا دلوقتي عندنا اتجاه صاعد، وبعد كده تم تصحيح الاتجاه الصاعد بالنموذج الثلاثي اللي هو الـ ABC. فاحنا دلوقتي خلاص عرفنا الاتجاه ده تم تصحيحه، وحاليا هيبتدي يتكون اتجاه جديد. لو هيتكون اتجاه جديد، السوق بيطلع يرسم لنا مثلا اول قمة زي دي اللي هي الهاي، وبعد كده بينزل يعمل لو. فاحنا ده عندنا اول قمة وده اول لو بعد الاتجاه وبعد التصحيح. فاحنا في الحالة دي ان احنا بنكون دلوقتي متوقعين ان في اتجاه جديد هيتكون. اتجاه جديد هيتكون معناها انه لو اتجاه صاعد هيكون عبارة عن قمم صاعدة، لو اتجاه هابط هيكون عبارة عن قيعان هابطة. فاحنا بنفترض دلوقتي مثلا ان السوق طلع وكون لنا يعني كسر القمة اللي متكونة قدامنا. لو كسر القمة الاولانية وطلع عمل قمة تانية، فمعناها ان السوق هيكون اتجاه صاعد، لان احنا زي ما قلنا في الاول ان اتجاه الصاعد عبارة عن قمم صاعدة. لو السوق نزل وكسر القاع اللي موجود، فمعناها ان هو عمل له عمل قاع وبعد كده كون هيكون قاع اقل. فاحنا بنتوقع ان احنا يكون عندنا الاتجاه هو اتجاه هابط. ده بالنسبة للتصحيح في حالة الاتجاه الصاعد. طبعا عكس الكلام ده بيكون موجود في ال عكس الكلام طبعا بيكون موجود في الاتجاه الصاعد، في الاتجاه الهابط عفوا. لو عندنا اتجاه هابط، السوق بعد كده بيعمل عملية تصحيح، نفس النموذج اللي هو النموذج التصحيحي، بيكون اتجاه صاعد بعد كده اتجاه الموجة الصاعدة وبعد كده التصحيح الهابط، بعد كده التصحيح برضو اللي هو الموجة سي اللي بتكون ضمن اطار النموذج الثلاثي كله اللي هو الـ ABC، ده اللي هو نموذج التصحيح. نفس المثال اللي فات برضو، احنا افترضنا ان احنا كان عندنا اتجاه هابط وبعد كده تم تصحيح الاتجاه بالنموذج الثلاثي. هيكون دلوقتي عندنا السوق نزل عمل اول قاع وبعد كده عمل اول قمة. هيكون عندنا دلوقتي احتمالين، الاحتمال الاول ان السوق يطلع ويكسر الهاي اللي عمله الاولاني. في الحالة دي احنا نتوقع ان السوق هيكون اتجاه صاعد، لان زي ما قلنا اتجاه صاعد عبارة عن قمم صاعدة. والاحتمال الثاني ان السوق ينزل عندنا ويكسر القاع اللي كونه، في الحالة دي هيكون عندنا الاتجاه هو اتجاه هابط، عشان خاطر زي ما قلنا برضو ان الاتجاه الهابط هو عبارة عن قيعان هابطة. ده يعني الاسلوب اللي احنا هنستخدم فيه التحليل اللي نعتمده على البترول او النفط خلال عام 2017 على المدى الطويل والمدى المتوسط والمدى القصير. هيكون عندنا اول حاجة هنتكلم عليها هو اتجاه البترول او النفط خلال عام 2017 على المدى البعيد. واحنا هنا لما بنتكلم على المدى البعيد يعني بنتكلم على التايم فريم الشهري، اللي هو بيوضح لنا طبعا الاتجاه اللي هيدوم معانا فتره كبيره، يعني لان احنا قدامنا التايم فريم الشهري، ده معناها ان احنا هيكون عندنا كل شمعه من دول بتمثل تحرك السعر خلال شهر. فاحنا نفس الاسلوب اللي احنا يعني شرحناه اللي هو البرايس اكشن الاستراكشر بتاع الاتجاه ونمط التكوين بتاعه، نفس الاسلوب اللي هنعتمده دلوقتي ان احنا نقدر نتوقع الاتجاهات اللي هتتكون ان شاء الله عندنا خلال عام 2017. اول حاجة عندنا يعني شايفين نفس المثال زي اللي كان موجود في السلايد اللي فاتت، ان احنا دلوقتي عندنا على البترول على المدى الشهري واضح الاتجاه العام هو اتجاه هابط اللي هو مرسوم بالخط الازرق. بعد الاتجاه الهابط العام تم تكوين نفس النموذج اللي هو موضح بالخطوط الحمراء. عندنا دي بتكون الموجة A اللي هي أول موجة تصحيحية، بعد كده B وبعد كده عندنا C. بعد ما النموذج اللي هو موضح بالخطوط الحمراء ده اتكون، ده معناها ان هو كان في عندنا اتجاه هابط وبعد كده تم تصحيحه بالنموذج الثلاثي اللي هو الـ ABC. بعد ما تم تكوين الكلام ده حصل عندنا ان السعر كون عندنا اول قمه سعريه اللي هي عند مستوى 55.29، وبعد كده كون اول قاع اتكون عندنا، يعني اول قاع على طول اتكون عندنا كان عند مستوى
43 29. حاليا احنا على المستوى الشهري يعني ما نقدرش يعني بالاسلوب اللي احنا بنعتمد عليه، ما نقدرش على المستوى الشهري نحدد حاليا الاتجاه القادم هيكون اتجاه صاعد او اتجاه هابط بدون كسر اي مستوى من المستويين الموجودين قدامنا، اللي هو يعني في حالة الاتجاه الصاعد هيكون شرط عندنا ان احنا على المدى الشهري او المدى الطويل، على المدى الشهري ان احنا لو النفط كسر مستويات 55 28 صعودا، في الحالة دي هيكون عندنا السوق بيستهدف مستويات 62 63، وبعد كده هيكون عندنا مستويات 75 95، وبعد كده يكون المستوى اللي ممكن نتوقعه طبعا الكلام ده على المدى البعيد مستوى 87. طبعا المستويات اللي احنا حاطينها كمستويات مستهدفه دي بتمثل يعني مستويات الدعم، يعني مستويات الدعم والمقاومه اللي موجوده بالنسبه لنا. وطبعا في حاله الشراء لو السوق كسر 55 28 في الحاله دي هنكون احنا مستهدفين مستويات المقاومه اللي هي وضحناها اول مستوى شهري هيقابلنا اللي هو مستوى 62 63، وبعد كده هيكون عندنا مستوى 75 95، وفي الاخر هيكون عندنا مستوى 87. وزي ما قلنا طبعا كل الكلام ده يعني على المدى الطويل، يعني ممكن الكلام ده يتم في خلال شهور. بالنسبه لاتجاه الهابط يعني شرط ان احنا نتوقع ان احنا هيكون في عندنا اتجاه هابط على المدى الطويل، ان احنا هيكون عندنا اول حاجه شرط كسر مستويات 43 29. ففي حالة إن الأسعار النفط انخفضت تحت مستويات 43 29 في الحالة دي إحنا هنتوقع إن السوق أو النفط بالنسبة لنا يكون عنده أول هدف ليه هو مستوى 31 63، وبعد كده هيكون بالنسبة لنا الهدف الثاني هو مستوى 16 52. وطبعا المستويات دي كلها بتمثل مستويات دعم شهرية اللي هي بتكون على المدى الشهري، يعني بتكون مستويات قوية جدا السعر بيحترمها بشكل كبير. ده بالنسبة للاتجاه الطويل المدى اللي احنا ممكن نتوقعه على النفط، ان احنا يكون عندنا كسر مستويات 55 28. في الحالة دي انا اتوقع تكوين اتجاه صاعد بيستهدف المستويات الموضحة قدامنا، والشرط ان هو لو هيكون اتجاه هابط فلازم يكسر مستوى 43 29، وفي الحالة دي هنكون مستنيين مستويات الدعم الموضحة قدامنا 31 63 و16 52. طبعا الكلام ده كله على المدى البعيد يعني الفريم الشهري، فاحنا الكلام ده يعني ممكن نشوفه خلال عام 2017، في نهاية عام 2017 ممكن يستمر معانا طبعا، يعني لو كسر المستويات اللي قدامنا دي ممكن يستمر بداية العام 2018. فده بالنسبة للاتجاه المدى البعيد على النفط. هنيجي يعني بعد كده على الفريم الأصغر شوية اللي هو الفريم الأسبوعي، وهو بيمثل يعني الفريم الأسبوعي بالنسبة لنا بيمثل اتجاه المدى المتوسط، لأن المدى المتوسط احنا بنستنى تحرك السعر خلال أسابيع. فبالنسبة للمدى المتوسط على النفط بنفس الأسلوب اللي احنا بنعتمد عليه في التحليل الفني اللي هو أسلوب البرايس أكشن، برضه نفس الاسلوب اللي وضحناه على التايم فريم واللي احنا شرحنا الفكره بتاعته في اول المحاضره، ان احنا عندنا اتجاه صاعد واضح قدامنا على المدى المتوسط اللي هو مرسوم بالخط الازرق ده على الفريم الاسبوعي، وبعد كده تم تصحيح الاتجاه ده بالثلاث موجات التصحيحيه اللي هم A و B و C الموضحين قدامنا بالخطوط الحمراء. بعد كده السعر بعد ما كون اتجاه صاعد وتم تصحيح الاتجاه الصاعد، السعر كون بالنسبة لنا أول قمة كانت عند مستوى 53 63، وبعد كده السعر نزل كون بالنسبة لنا أول قاع عند مستوى 43 60. فاحنا نفس الحالة برضو هيكون قدامنا شرط ان احنا نتوقع اتجاه صاعد ان الأسعار تكسر مستوى 53 63. في حالة الأسعار كسرت المستوى ده 53 63 فإحنا هيكون عندنا هدف أول على المدى المتوسط 61 79، وبعد كده في حالة إن السعر قدر يكسر مستوى الدعم ده اللي هو مستوى المقاومة عفوا اللي هو 61 79 هيكون بالنسبة لنا المستوى التاني اللي إحنا متوقعين إن الأسعار توصل له هو مستوى 75 10. ده بالنسبة في حالة الاتجاه الصاعد على النفط.
في حالة الاتجاه الهابط هيكون بالنسبة لنا شرط ان احنا نتوقع اتجاه هابط هيتم تكوينه، ان احنا الاسعار تكسر مستويات 43 60 هبوطا. وفي الحالة دي هيكون بالنسبة لنا الاهداف اللي هتكون بالنسبة لنا قدامنا هي 19 57 وبعد كده 28 93. عفوا العكس هيكون عندنا طبعا المستوى الاول 28 93 بعد كده مستويات 19 57. ده بالنسبه للاتجاه النفط على المدى المتوسط. طبعا احنا زي ما وضحنا ان احنا مش هنتوقع الاتجاه الصاعد او الاتجاه الهابط غير مع كسر مستويات 53 63، ده في حاله الاتجاه الصاعد، او ان احنا الاسعار تكسر مستويات 43 60، ده هيكون في الاتجاه الهابط. بعد كده هيكون عندنا الاتجاه الاصغر شوية او المدى الاصغر شوية، هو اتجاه يعني النفط هيكون على المدى المتوسط برضو، لان يعني الديلي يعتبر برضو من المدى المتوسط، زي يعني الديلي والاسبوعي بيكون بيمثلوا اتجاه السعر على المدى المتوسط. شايفين برضو نفس الطريقة اللي احنا معتمدينها، ان احنا هيكون في عندنا اول حاجة كان في عندنا اتجاه هابط على الفريم الديلي واضح قدامنا اللي هو موضح بالخط الازرق، وبعد كده تم تصحيح الاتجاه ده بنموذج ثلاثي اللي هو نموذج الاي بي سي اللي هو واضح عندنا بالخطوط الحمراء. ده المستوى، ده نموذج التصحيح. بعد كده السعر كون بالنسبة لنا أول مستوى، أول قمة كانت عند مستوى 50.42، وبعد كده السعر نزل كون عندنا برضو أول قاع كان عند مستوى 48.31. في الحالة دي نفس الأسلوب اللي احنا معتمدين عليه وماشيين بيه، إن احنا مش هنتوقع يعني أي اتجاهات غير مع كسر مستويات 50 42. في الحاله دي انا اتوقع تكوين اتجاه صاعد، لانه زي ما قلنا الاتجاه الصاعد عباره عن قمم صاعده. ففي حاله ان السوق توجه لكسر مستويات 50 42 فهو معناه ان هو كسر اول قمه اتكونت ورايح يكون القمه الثانيه، ففي الحاله دي احنا متوقعين عندنا اتجاه صاعد. في حاله تكوين الشرط ده اللي هو كسر مستويات 50 42 هيكون عندنا المستويات المستهدفه بالنسبه للنفط، هيكون عندنا اول مستوى مستهدف هو مستوى 51 42، وبعد كده هيكون عندنا مستويات 53 70 هي المستويات المستهدفه بعد كده. يعني عندنا واضح من الشارت قدامنا انه مع كسر 50 42 هيكون بالنسبه لنا اول مستوى مقاومه هيقابلنا اللي هو 51 42 وبعد كده مستوى 53 70. اما في حاله الاتجاه الهابط هيكون بالنسبه لنا شرط ان احنا نتوقع اتجاه هابط ان هو الاسعار تكسر مستويات 48 31، وفي الحاله دي مع كسر مستويات 48 31 هيكون عندنا ثلاث مستويات دعم مستنيين السعر يوصل لهم. اول مستوى هيكون عند 47 54، وفي حاله نجاح الاسعار في كسر المستوى ده هتتوجه الى 45 73، وبعد كده هيكون عندنا مستويات 43 17. يعني دي المستويات الدعم اللي احنا ممكن نتوقع من خلال السعر. ونفس برضو الفكره ان احنا ليه هنتوقع انه السعر هيكون اتجاه هابط في حاله كسر مستوى 48 31، لانه في الحاله دي معناه ان هو السعر رايح ان هو يكون قاع اقل من القاع الاولاني اللي هو 48 31، وبناء على انه الاتجاه الهابط هو عباره عن قاعان هابطه فمعناها ان السعر هيكون معانا اتجاه هابط لحد المستويات الموضحه بالنسبه لنا. هنقولها تاني 47 54 45 73 وبعد كده اخيرا مستوى 43 17. فده هيكون بالنسبه لنا على الفريم الديلي. يعني بالنسبه للفريم الديلي هو ده الاتجاه اللي احنا المستويات اللي احنا هنستناها في حاله كسر 48 31، او في حاله كسر 50 42 صعودا هنكون مستهدفين الاسعار الموضحه قدامنا. وطبعا الكلام ده يعني احنا ممكن نستناه خلال ايام، يعني ممكن يتكون خلال الاسبوع ده خلال الاسبوع اللي بعده بالكتير، لانه اكيد السعر هياخد اتجاه زي ما شايفين قدامنا دلوقتي. تقريبا النفط بقاله
حوالي 5 ايام ماشي في اتجاه عرضي، مش واخد اتجاه صاعد ولا اتجاه هابط. فاحنا نتوقع انه في حاله كسر اي مستوى من المستويين الموضحين قدامنا 50 42 صعودا، هيكون في حركه صعود قويه للمستويات الموضحه، او في حاله كسر مستويات 48 31 هبوطا برضه نتوقع يعني تحرك قوي هابط الى المستويات الموضحه. والسبب ان احنا يعني نتوقع حركه قويه سواء كانت صاعده او هابطه، لان احنا تقريبا بقى لنا دلوقتي اسبوع في اتجاه عرضي على النفط، لا في اتجاه صاعد ولا في اتجاه هابط، السعر ماشي في اتجاه عرضي. وفي الحاله دي دايما لو بيحصل اي كسر للمستويات الموضحه قدامنا بيكون في حركه قويه على السعر. بعد كده هيكون عندنا الفريم اللي احنا الفريم الـ يعني الـ المدى القريب اللي هو فريم ال4 ساعات، واحنا شايفين قد ايه دلوقتي ان احنا يعني المستويات اللي مرسومه قدامنا الاسعار قريبه ليها جدا. نفس الفكره برضو، كان يعني اقرب اتجاه واضح بالنسبه لنا اللي هو مرسوم بالخط الازرق ده كان اتجاه هابط، بعد كده تم تصحيح الاتجاه ده بنموذج الاي بي سي، النموذج التصحيحي اللي هو مرسوم قدامنا بالخطوط الحمراء، يعني ده معناه ان احنا كان عندنا اتجاه هابط، وبعد كده تم تصحيح الاتجاه الهابط بنموذج تصحيحي صاعد. الخطوه الثالثه ان احنا السعر كون عندنا اول قاع تم تكوينه اللي هو عند مستويات 48 48. بعد ما تم تكوين القاع الاولاني السعر اتحرك صاعد وكون اول قاع اول اول قمه بالنسبه لنا عفوا، اللي هي عند مستوى 8 عند مستوى 49 66، دي كانت اول قمه السعر كونها. فاحنا حاليا على فريم ال4 ساعات، ده الفريم المدى القريب ان هو ممكن نشوفه خلال تحركات الاسعار خلال الساعات القادمه، ممكن النهارده ممكن بكره بعد بكره بالكتير جدا هنكون شايفين كسر المستويات الموضحه قدامنا. وفي حاله انه احنا عندنا الاسعار كسرت مستويات 49 66، في الحاله دي هيكون عندنا اول مستوى مقاومه السعر هيقابله اللي هو عند مستوى 50 38، وفي حاله نجاحه انه يقدر يكسر المستوى ده هيكون الهدف الثاني بالنسبه لنا عند 51 30، ونفس الكلام برضو لو الاسعار قدرت تتخطى المستوى ده هيكون الهدف الثالث عندنا عند مستويات 51 90. فاحنا يعني ممكن نرسم خطه بالنسبه لنا ان احنا حاليا دلوقتي هننتظر كسر، يعني لو في حاله الاسعار ارتفعت وكسرت 49 66 فاحنا في الحاله دي هنكون متوقعين تكوين اتجاه صاعد على المدى القصير، يعني ممكن نشوفه خلال الاسبوع ده ويستمر معانا ممكن لحد الاسبوع اللي جاي، لحد ما السعر يكون برضو نموذج تصحيحي تاني، وبعد كده يكون اول قمة واول قاع ونبتدي نحدد الاتجاه المتوقع بناء على الاتجاه اللي هيتكون بالنسبة لنا. الحالة التانية ان احنا نتوقع اتجاه هابط، ده في حالة كسر الاسعار لمستويات 48 48، لان ده اللي هو القاع اللي تكون اول قاع تكون بالنسبة لنا. في حالة ان الاسعار انخفضت وكسرت مستويات 48 48 في الحالة دي هنكون متوقعين انخفاض الأسعار إلى مستويات المقاومة عفوا مستويات الدعم الموضحة بالنسبة لنا قدامنا اللي هي عند مستويات 47 81 كأول مستوى دعم، وبعد كده هيكون عندنا مستويات 47 14، وبعد كده مستويات 46، وأخيرا مستويات 44 65. طبعا مش شرط إن الأسعار تتجه إلى المستويات دي بشكل مباشر، يعني احنا طبعا بنتوقع انه السعر لو كسر المستوى الاساسي اللي هو مستوى بداية تكوين اتجاه جديد في حالة اتجاه هابط عند مستوى 48 48 هنكون مستنيين ان احنا السعر يوصل لمستويات 47 81، مش شرط انه يتوجه مباشرة الى 47 14، ممكن بعد كسر مستوى 48 48 ووصوله ل 47 81 في الغالب ممكن نشوف إعادة اختبار مرة أخرى لمستويات 48 48، وبعد كده بيرجع يوصل تاني ل 47 81، وفي حالة كسرها هيوصل ل 47 14، ونفس الكلام أنا أتوقع من 47 14 إن هو يعمل إعادة تصحيح لمستويات 47 81
ثم يرتد مرة أخرى إلى مستويات 47 14 ويكسرها ويوصل لمستويات 46 وأخيرا مستوى 44 65. والكلام ده يعني على المدى القريب، يعني ممكن نشوف المستويات دي خلال يعني خلال الساعات القادمة، يعني في حالة طبعا زي ما وضحنا احنا عندنا شرطين: شرط الاتجاه الصاعد ان هو يكسر مستويات 49 66، وشرط الاتجاه الهابط ان هو يكسر مستويات 48 48. فده هيكون بالنسبة لنا البترول على المدى القريب خلال الساعات القادمة، ونقدر يعني نكتب المستويات دي ونراقب نشوف الأسعار هتوصل لحد فين. في حاجة تانية كمان احنا ممكن نستخدمها، يعني في حالة ان احنا الأسعار مثلا كسرت مستويات 49 66، فاحنا في الحاله دي هنتوقع ان الاسعار هترتفع الى مستويات المقاومه الموضحه قدامنا، ففي الغالب يعني هتكون في اوامر شراء في المستويات دي. في حاله انه كان في عمليات شراء مع كسر 49 66، في الحاله دي احنا يعني دايما نرجح ان احنا يكون وقف الخساره بالنسبه لنا اللي هو شرط الاتجاه الهابط. يعني لو اشترينا مع كسر مستويات 49 66 هنكون وقف الخسارة بالنسبة لنا عند مستويات 48 48، وطبعا الأهداف اللي هي موضحة بالنسبة لنا اللي هي مستويات المقاومة للسعر هيقابلها. ونفس الكلام في حالة إن إحنا توقع يعني في حالة إن الأسعار كسرت مستويات 48 48 هبوطا، فإحنا نتوقع اتجاه هابط، وبالتالي هيكون في أوامر بيع من المستويات دي. وفي حالة إنه كان في عندنا أوامر بيع هيكون بالنسبة لنا وقف الخسارة اللي هو شرط المستوى 49 66، اللي هو لان احنا بنتوقع ان هو لو الاسعار انخفضت عن 48 48 فاحنا متوقعين اتجاه هابط، لكن في حاله ارتداد الاسعار وطلعت لمستوى 49 66 فاحنا السيناريو اللي احنا كنا متوقعينه فشل، ففي الحاله دي يرجح ان احنا يكون مستويات وقف الخساره بالنسبه لنا عند المستويات دي. ده بالنسبة للنفط على المدى القريب. يبقى احنا كده وضحنا النفط على المدى البعيد والمدى المتوسط والمدى القريب. هنعيدهم تاني يعني سريعا كل الفريمات مع بعض، وبعد كده اخيرا يعني بنربط كل التايم فريمز ببعضها، ومن خلاله بنعرف نتوقع الاتجاهات المتوقعة. فاحنا هنرجع تاني سريعا لبداية الفريم الشهري عشان خاطر لو في حد حابب يعني يكتب المستويات اللي احنا متوقعين تكوينها. شايفين على الفريم الشهري كسر مستويات 55 28 يستهدف 62 63 ثم 75 95 ثم 87. الاتجاه الهابط في حالة كسر مستويات 43 29 هيكون عندنا هدف 31 63 ثم 16 52. طبعا احنا شايفين فروق الاسعار كبيرة، لان احنا بنتكلم على المدى البعيد، يعني الكلام ده ممكن نشوفه في خلال شهور، يعني ممكن يقعد من 6 شهور لسنة يعني بنستهدف الاسعار دي. بعد كده الفريم الاسبوعي. الفريم الاسبوعي قلنا ان احنا عندنا كسر 50 42 صعودا، هيكون بالنسبه لنا هدف اول 51 42 ثم 53 70. في حاله الاتجاه الهابط كسر مستويات 48 31 هتدفع الاسعار لمستويات 47 54 ثم 45 73 ثم 43 17. ده في حاله الاتجاه الهابط، والكلام ده على الفريم عفوا على الفريم اليومي. فاحنا ممكن نشوف الكلام ده خلال الايام القادمه. عندنا الفريم الويكلي احنا عديناه. الفريم الويكلي بالنسبة لنا هيكون مستويات في حالة يعني قلنا ان احنا لو كسر السعر مستوى 53 63 هيكون عندنا هدف اول 61 79 وبعد كده 75 10. وفي حالة الاتجاه الهابط عندنا كسر مستويات 43 60 هيدفعنا لمستويات 28 93 ثم مستويات 19 57. ده بالنسبة للفريم اليومي. عفوا الفريم الأسبوعي. أخيرا الفريم المدى القريب اللي هو الأربع ساعات، لآخر حاجة وضحناها، ده اللي ممكن نركز عليه ونراقبه خلال الساعات القادمة، اللي هي مستويات 49 66 صعودا يستهدف 50 38 ثم 51 30 ثم 51 90. وفي حالة إن إحنا الأسعار كسرت مستويات 48 48 هبوطا هيكون عندنا هدف أول 47 81 ثم 47 14 ثم 46 وأخيرا مستويات 44 65. هنيجي بعد كده يعني آخر حاجة إن إحنا بنربط كل التايم فريمز دي ببعضها.
شايفين ان احنا الخطوط الصفراء دي هي بتوضح اللي احنا كنا رسمينها قبل كده على فريم الاربع ساعات. فاحنا بنتوقع انه لو الاسعار يعني طلعت لمستويات اللي كنا وضحناها على فريم الاربع ساعات اللي هي صعودا 49 66 اللي هي موضحه بالخطوط الاصفر، هيكون بالنسبه لنا ان احنا مستهدفين مستويات اليوميه اللي هي اللي كنا موضحينها على فريم اليومي، اللي هي يعني في حاله كسر مستويات 49 66 صعودا هيكون عندنا برضو استهداف اللي هي الخطوط الحمراء دي اللي هي بتمثل الاتجاه اليومي اللي هي هتكون عند مستويات الفريم اليومي اللي احنا حددناها، هيكون هدفنا 50 42. ونفس الكلام برضو على الاربع ساعات، ان احنا في حالة كسر المستوى الهابط اللي احنا كنا وضحناه مستويات 48 48 هيكون عندنا يعني الهدف اللي هو المستوى اليومي اللي هو هيكون عند مستويات 43 70. يعني هنا نقدر بس نقول ان احنا بالنسبة لنا لو الاسعار كسرت المستويات المتوقعة على الاربع ساعات، فاحنا متوقعين ان احنا من الاربع ساعات هتروح للمستويات اللي احنا حددناها على الديلي. بعد كسر مستويات الديلي هيكون الاتجاه المتوقع ان الاسعار تتجه للمستويات اللي حددناها على الويكلي. في حالة كسر الويكلي يبقى الاسعار تتجه للفريم المنصلي. فاحنا بس يعني الاخيرة دي بس عشان خاطر نقدر نربط كل التايم فريمز ببعض ونقدر نحدد المستويات اللي ممكن نقدر نشوفها. دي كانت النهاردة محاضرة بس عن الاتجاهات المتوقعة للنفط. نتمنى ان احنا نكون قدرنا نفيدكم من خلال يعني من خلال اسلوب برايس اكشن اللي احنا استخدمناه عشان خاطر نقدر نحدد الاتجاهات المتوقعه خلال عام 2017 للبترول. بالنسبه لنا دلوقتي هنشوف يعني هننتظر لو في اسئله من الحضور. تمام، واضح ان هي يعني المحاضره كانت اكتر حابين ان احنا يعني نوضح المستويات اللي احنا متوقعين تحرك السوق ليها، فواضح ان هو مفيش اسئله يعني لانها ما كانتش محاضره تعليميه قد ما هي كانت محاضره عن الاتجاهات المتوقعه للنفط خلال عام 2017. نتمنى ان احنا نكون قدرنا نفيدكم بالمستويات المتوقعه لتحرك الاسعار والاتجاهات اللي ممكن تحصل بالنسبه لنا خلال عام 2017 على النفط من خلال شركه إكويتي. ونلقاكم إن شاء الله في محاضرة قادمة، وشكرا للحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.